Tunelurile subterane construite în fâșia Gaza sunt pentru a-i proteja pe luptătorii Hamas, iar responsabilitatea de a proteja civilii revine Națiunilor Unite și Israelului, spune un oficial Hamas pentru postul de televiziune Russia Today. Lungimea totală și numărul de tuneluri de sub fâșie sunt necunoscute. Aproape 2500 de coridoare subterane au fost construite între Gaza și Egipt de când Hamas a preluat controlul. وهذا سؤال رائج وشائع يعني من قام بتشييد 500 كيلومتر من الأنفاق لماذا لم يشيد مآوي يلجأ إليها المدنيون خلال القصف؟ نحن شيدنا الأنفاق لأنه لا نملك ما ندفع به عن أنفسنا من القتل والاستهداف هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات، نحمي مقاتلينا من الأنفاق. أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم بأنه 75% منه لاجئين، واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايتهم، مسؤولية الاحتلال في أن يقدم كل تبعا لاتفاقية جنيف الدولية أن يقدم لهم كل الخدمات وهم تحت الاحتلال.